الكل يعرف ما الذي يعني لأي لاعب أن يفوز بكأس الأمم الإفريقية. نحن دائما فخورين بأننا نرتدي هذا القميص، فقد كنا غير محظوظين في البطولة السابقة وأيضا في بطولة الجابون. أعتقد أن اللاعبين متحفزون، اللاعبون متحفزون تماما للفوز بهذه البطولة. وفي نهاية الأمر صحيح النتائج ليست مبهرة، ولكن لدينا مدرب عظيم ولدينا فريق عظيم، وعلينا فقط أن نؤدي برؤية واضحة وبإيجابية، وأعتقد أن كل شيء ممكن. علينا أن نفوز بمباراة واحدة لكي نتأهل. في الحقيقة أننا البطولة الماضية كنا أول المجموعة وواجهنا المغرب والسنغال والكاميرون وواجهنا كل الكبار. هذه المرة كل ما علينا هو أن نتأهل وننطلق من هذه النقطة.